بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة المستشارين والمستشارات، المحترمين والمحترمات، السيد الباشا المحترم تلي السلطة، ورجال ونساء الإعلام، حضور الكريم، طبيعة الحال نبدأ على بركة الله أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2017. طبيعة الحال فيما يتعلق بالرير الإخباري حول الأشغال التي قام بها الرئيس، حقيقة كاين خمسة ديال الأمور أساسية اللي بغيت نخبر بها المجلس الموقر. النقطة الثانية هو ما يتعلق بتدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات. الجديد فيه وهو أنه قمنا باتفاق مع الشركة بإطلاق واحد العملية ديال التدقيق من طرف مكتب ديال الدراسات خارجي، يعني ما عنده لا علاقة لا بالجماعة ولا بالشركة. الهدف مرة أخرى أن يقوم هذا المكتب ديال الدراسات بالتدقيق في العقد ديال التدبير المفوض، للتأكد أولا من الإشكالية اللي كاينة على المستوى ديال الخدمات خطا بخط، سواء تعلق الأمر بالوقوف أو بالتمديد أو بالخطوط الجديدة التي ينبغي أن تحدث. المسألة الثانية التدقيق في الاستثمارات التي على الشركة أن تقوم بها وقامت بها أو لم تقوم بها. إذا نخرجوا شنو هو الفارق بين ما هو موجود على الأرض من حافلات ومن تجهيزات وما هو موجود على مستوى عقدة ديال التدبير المفوض. وانطلاقا من هذا العمل اللي غادي يكون حاضرة فيه الجماعة وحاضرين فيه المسؤول ديال التدقيق بالجماعة، أننا نخرجوا شنو هو الفرق بين ما هو موجود في عقدة التدبير وما هو موجود على الأرض، وشنو هي الآفاق ديال العمل. مني تنقول الآفاق ديال العمل مفتوحة على كل شيء، المهم وهو أن نعالج هذا المشكل ديال النقل الحضري للحافلات. هذا مكتب دراسات خارجي غادي يعطينا شنو هما الاختيارات اللي مطروحة، يا إما أن نمضي في هذا العقد وأن نغير الاستثمارات وأن نغير الطريقة ديال الخدمات، أو أن نبحث عن حل آخر. إذن هذا فيما يتعلق بالنقل الحضري للحافلات.